أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ.
والله رؤوف بالعباد ولكم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ولطيف الله الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات حسنا وكملها زكريا كلما دخل عليها زكريا الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في محراب أن الله بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آية لا تكلم الناس دا
الطير كهاي أهطر منفخ فيه فيكون طائر بإذن الله وأبرر الكهف البرس وأحيي المفتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم فضل الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما What?
لا تلمون ما كان إبراهيم يهودي ولا نصاري ولا كان حريف مسلما وما كان من المشركين إن أمر الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي
فقير دين الله يدعون وله أسامر في السماوات والأرض دعا وكرام وإليه ترجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوم كفروا بدليلهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي قوم الظالمين أولئك الجزاء وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليقبل من أحدهم من أرض ذهب ولو افتدى به